أطر ومنتخب ووجهاء يدعون خلال نشاط سياسي في العاصمة نواكشوط إلى تعديل الدستور الموريتاني وإلغاء تحديد ماموريات رئيس الجمهورية في 2 من أجل سماح للرئيس الحالي بترشح لمامورية ثالثة. وأكد بيان المبادرة السياسية الذي قرأه أحد نواب البرلمان عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم على التمسك بترشيح الرئيس للانتخابات الرئاسية المرتقبة عام 2019. أدعوكم جميعا إلى التعبئة الشاملة من أجل إسماع صوت المواطن تحت قبة البرلمان حتى يتم تعديل الدستور طبقا لإرادة الشعب بإلغاء تحديد المأموريات. ندعوكم جميعا إلى أن تبينوا لفخامة الرئيس محمد بن عبد العزيز حرصكم على أن يقبل بترشيح الشعب الموريتاني له وأن يقبل مصلحة الشعب وأن يقبل مصلحة موريتانيا على التزامه السابق. دعوة يرى أحد وزراء الحكومة الموريتانية أنها لا تعتبر خرقا للدستور، مضيفا أنه لا توجد أي ديمقراطية تمنع من المطالبة بتغيير الدستور في أي وقت. بنفهم فرق بين خرق الدستور والدعوة لتغيير الدستور. ها بالنسبة لي ما هو واحد. خرق الدستور معناه أني أنا هاي المردة لا ينعدلها بالرغم من القايل فيها الدستور وغالي قايل فيها القانون. يغالي اخوتي ما ظاهر لي مخالق مواطن يقدي متنع منه يطالب بعلني انه يغير دستوره. ها ما ها ها ما ها ما, ها ما خالقه ديمقراطيه تقد تفرض على مده على انها ما تطالب بعلنها تغير دستورها في الوقت اللي بغات تبغي فيها. وتعتبر المعارضة أن في الدعوة لتغيير الدستور والسماح للرئيس بترشح لمامورية جديدة تحديا واستفزازا للشعب ولرئيس الجمهورية باعتباره حاميا للدستور. اعتبر على أنه تحدي ونعتبر على أنه استفزازي للشعب الموريتاني ككل واستفزازي لرئيس الجمهورية اللي هو حامي الدستور. ونأسف على النوع من المبادرات والنوع من الأعمال أنه تتاح له فرصة منظمة وتنطع له قصر المؤتمرات وينعطى له حماية أمنية كأنه شيء عادي. وكان الرئيس محمد عبد العزيز قد أكد في مناسبات عديدة أنه لن يترشح لمأمورية ثالثة وأن الدستور الحالي لا يمنحه إلا مأموريتين ولن يسعى إلى تعديله لأهداف شخصية.